دابا هنايا بقى مع معني شعب طلع في هاد الكارير منيت ومعايا حيت هاد الناس هادو بقى ما لا جوع المعبط لا ما عندنا ما عاطين ما لاقينش الكرا اجي جيو يهيبوا على بنادم على والو على حتى حاجه باش يعرفوا هادشي كامل انا مشاكل فاش الشيء ديال الكراء وهادشي كامل دابا بنادم قال لي ريب كريب بنادم ما عاطين لا ورقه لا جوج بحال قلت هاتي بنو هاويه هاتي لي وبنادم خاصنا الا بغينا نريبوا اصلا خاصنا يعطونا العين المكان ديالنا هنا كي دابا بغي هنايا اللي بغى يريبوا ولا دابا اش يقولوا لي بغي نسيطو المديونة المرا اللي كاري اللي حنايا ساكنين في اللي ورانا لا ما علمونا ما والو اللي بغي يريب بغي تيريبوا لي ديريكت من صغرنا كابرين هنايا نقول شي 8 سنين حنا مدوزين صغرنا هنايا يعني. ودابا نزل لاصقتو بنادم المديونة من هنايا حنا خدمتنا قريبة انا وبنادم بغا يولي 4 مراكب من المديونة يا خصنا المسؤولين بغينا حنا العين المكان ديالنا لا بغاو لا بغاو يديروا مزيان مع بطلة دابا لا بغاو يديروا مع بطلة مزيان يحط يطعم بالبيص هنا باقي ما داروا مع حتى بطلة حتى حل ديال هنا ساكنين تقريبا شي 32 عام و31 يعني تزدنا هنا وكبرنا هنا يعني بنادم بارك يعني تا كيقول لك غادي تريبي غادي تحول يعني بنادم يعني نقول لك ما علموكمش هاد يعني ما علمو ما حتى شي حاجه يعني واخا كيعلمو يعني عمرهم ما علمو بان غيجيو شي نهار غيقول لك تحاولي غيعطوك نهار محدد يعني في سيمانتها في نهارها صافي بنادم هز غير يقول كيقول لك غيعطو مليون شي اللي كاين الهضره اللي كدور يعني حصاوكم يعني شي حاجه اللي ظريف غيعطيونا باقي ما عرفناش حنا رسالتنا للمسؤولين يعني حنا بالنسبه لينا حنا بغينا الناس ما تضيعش حنا بالنسبه لينا حنا عندنا ناس هنا في الدار مراد ما بغيناهمش يضيعوا وحنا كبرنا هنا وتزادينا وكبرنا هنا بغينا ما كرهناش نعيشوا هنا بقاو هنا الواقع عفوا الان راه كيهضروا شي واحد البحالات وحنا الان ما بغينا والو وما عندناش فين نمشيو الله غالب لا اله الا الله انا واحد الاوجه ديال التقاعد ما قاعدين حتى في المعاش وبقى نقلبوا على الكره دابا الكره كاين 30 الى 36 بيت ولا اله الا الله بعد ما نقولوا بعد ما نقولوا تقريبا 57 عام تقريبا ولا ساكن باقي ما هضروش معنا الان ما هضروش معنا ما عطوش عينا ديك الاستفاده 50 8 36 50 باقي ما عطاهمش لا اله الا الله عند واحد الخوت ساكن مختلفين عقليا مع ديك راه ندير اللي هو ما قدرتش لهم الجهد ما عنديش فين نسكن نهائي والحمد لله والشكر لله.